الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أيضا قال يجب، هذه القاعدة الثالثة، وأنه يجب كف اللسان عن الحرام ويسن كفه عن المكروه وفضول المباح، يعني أن من جملة ما ينبغي كف اللسان عنه إصدار الأحكام على الآخرين جزافا من غير علم ولا برهان، فالحكم على الآخرين من جملة سقطات اللسان، من جملة سقطات اللسان التي ينبغي الحذر والتحذير منها، فرب كلمة توجب لك أن تكون خالدا في جهنم والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمني ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يعلم مبلغها أو لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقبل ذلك قول الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نعم، اللسان هذا آفاته خطيرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك من أراد السلامة من لسانه فليعتمد فيها ما في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه قاعدة النجاة، هذه قاعدة النجاة. لكن هل نستطيع ذلك؟ ما نستطيع. تحكنا ألسنتنا، لازم نتكلم.